بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا ندرس التوحيد؟ ضرب استدير ذي التوحيد اتمنوا تسمع. لو يسألك سائل ويقول لك هل أنت موحد؟ اسمع شو تفرق استف بين منو تيس؟ تقول نعم أنا موحد. أنا شو أنتور؟ يقول لك بين منو تيس؟ يقول لك بين لي هذا التوحيد الذي تدعيه. هسخفر دايد لك ما يدايز بفيرين. كيف أكون موحد مثلك؟ هو كان يكن منو تيس سين تصير. تقول لا أدري. كي إذا أنتور ما تكفيتني. يقول أنت كاذب. يا بنت نيت فار أخطأ. ما الفرق بين المسلم والكافر؟ بتصدق فشخلتوا أنا مسلم أنا نيت مسلم. كيف نفرق الآن بين المسلم والكافر بماذا؟ هو أندرس خايف فايتوا تسعة ديز تفي. بالتوحيد. ماتت مونوتيزم. وقد يسألك سائل يقول لك هل أنت مشرك؟ الإيمان كان يو دفرخ طلب بيني عن بوليتيس. تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. رجوك يا تفلخ بين الله عز وجل أن أنظر تمت بين خايف بوليتيس. يقول لك الآن بين لي ما هذا الشرك الذي تتبرأ منه؟ Dan vervolgens stelt hij de vraag om deze te verduidelijken, deze polytheïsme waar hij afstand van neemt. إذا قلت لا أدري ما هو الشرك. Dan zeg jij, ik weet het niet, ik weet niet wat polytheïsme inhoudt. يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. Het kan zijn dat jij je bevindt en bevalt verkeerd in polytheïsme zonder dat je daar weet van hebt. الآن عندكم أي إنسان يريد يسوق السيارة. لابد من رخصة قيادة للسيارة. كل الشخص دين أوتو وراية دين تدافور مرة بعيسى أن تسخطه. كيف يحصل على هذه الرخصة؟ هو بهالت هاي ديز. لابد يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها. هاي بستجير دنو تزاك لك زاك دارفور. ويعرف المخالفات حتى لا يأتي بمخالفة. أنا هاي بستجير تزاك دي أوفرتريدين بفتة. صرت هاي دانيت أرسلت أحمد. كذلك التوحيد. En zo gaat dat gaat ook voor het monotheïsme. إذن لابد أن نبدأ بالتوحيد، لابد نتعلم التوحيد، نعلم التوحيد، ندعو للتوحيد. En daarom dienen wij dat te leren, te onderwijzen en te bestuderen. ولابد أن نحذر من الشرك والله أعلم. En we dienen ook onszelf te waarschuwen en anderen voor polytheïsme.